السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. انتما كتشوفوا هاد لا فيديو ديالي. فهاد لا فيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم على هاد الكريم هذا اللي هو في حل المعجزه في شفاء ديال الاثار، سواء ديال الحبوب او لا ديال شي قمشه جديده ولا شي حاجه اللي خلات لك لا تراس في لابو ديالك، سواء ماشي غير في الوجه يعني في الجسم بصفه عامه. هاد الكريم هذا اسي ام كنستعملوه سواء في الليل سواء بالنهار مره واحده. طبيعة الحال ما نكونش غنخرجوا غير فاش كنكونوا في الدار، يعني كديريه على البلاصه اللي فيهم داك الاثار. هو كيحيد لك الاثار، سواء اثار الحبوب سواء اثار الشمس سواء الكلف، ولكن ماشي داك الكلف اللي زعما في مراحل متقدمه، يعني غير باقي جديد. وباش كنعاونوا بهذا الكريم مرطب ديال اسي ام. بالنسبه لهذا الكريم مرطب هذا كنقدروا نستعملوه حتى جوج المرات في النهار، ثلاثه المرات ما عندوش شي ضرر، يعني غير هو تنشف الوجه ديالك. فاش نغسلوه خصنا نشفوه ضروري نتسناو 10 دقائق، لان اي كريم مرطب ما يمكنش كيف غسلتي وجهك كيف ديريه على الوجه ديالك، لا، يعني غيضونوا لك حبيبات صغار. لي باش نتفاداو هاد المشاكل، فاش كتغسلي وجهك كتسني واحد المده حتى ينشف مزيان 10 دقائق بحال هكاك، وكتدهني بها هذا في النهار. وبالليل غادي ديري هاد اسي ام هذا على البلاصه اللي فيها الاثار، فهاد اسي ام هذا غادي يشفي لك هذوك الاثار سواء كانوا قديمه او جديده. ملي كشنو كنقصد يعني في 3 سنين الاخرى غادي يحيد لك هذوك الاثار، غير هو خاص المداومه، ماشي ديري يعني غير سيمانه وتسني الريزلت انها جبان لك ديك السيمانه صافي ما بانتش، لا صافي نحبس، ضروري خاص المداومه. هو كيتبع 3 شهور. اما بالنسبه لهذا المرطب هذا، يعني واخا ما يبقاوش فيك ليطاش غير بقيت تستعمليه، راه حاجه زوين وكيرطب البشره، وخاصه البشره الدهنيه هو زوين ليها بزاف، يعني حيت ما كيخليش ديك البشره تفرز بزاف ديال الدهون. وكيمكن لك تستعمليه حتى بالنسبه للكريم اساس الماكياج، يعني تقدري ديريه قبل من لاكرو، راه تقدري ديريه وتخرجي به. اما هاد اسي ام هذا راه كيحيد ليطاش بشكل رهيب، غير هو المداومه، ديريه فقط على البلايص اللي فيهم عندك دوك الطبايع وان شاء الله غادي تحيدو. المده ديال العياش خاصك تتبعيها 3 شهور باش تشوفي النتيجه اللي بغيتي، ويتحيد كلشي.